رحلاتنا، والآن إلى عروس الشمال حيث انطلقت فعاليات صيف حائل التي تنظمها أمانة منطقة حائل وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار والسياح والقادمين حتى من خارج المنطقة للاستمتاع بالفعاليات والعروض المقامة، وذلك في ممشى الأمير سعود بن عبد المحسن. نأخذ تفاصيل أكثر عن هذه الفعاليات مباشرة معنا زميلنا سلطان الشعيب حتى يعطينا تفاصيل أكثر عن هذه الفعاليات. مسا عليك بالخير سلطان. مساء الخير مجاهد، امسي عليك ايضا ومسي على كل مشاهدينا وما كانوا بيشوفونا عبر قناتنا قناه السعوديه وفي ديرتنا عروس الشمال حائل. اكيد اجواءها جميله في الصيف لما تغيب الشمس او من الساعه خلينا نقول الخامسه والنصف، اجواء حائل جدا مناسبه لكل من يزور منطقه حائل، واللي يعرف منطقه حائل يعرف ان جوها في الصيف جميل. اليوم فعاليات تقام في منطقه حائل، صيف حائل مجاهد والمشاهدين الكرام. نتكلم عن امانه منطقه حائل، وضعت اماكن جدا جدا ممتعه وحصلتها في مكان معين لكي يستمتع اهالي منطقه حائل، وحتى حطت شعار على لوحاتها هبوبها نسناس وصيفها يونس. هذه الشعار اللي حطوا لك اياها اهل حائل وامانه منطقه حائل اكيد جذب كل الزوار هذه الفعاليه، وايضا فعاليات جميله للكبار والصغار. اليوم بتعرف انا وياكم مجاهد والمشاهدين الكرام عن فعاليات صيف حائل، وش فيها، من الساعه كم للساعه كم، حتنتهي متى، وكيف جوكم في الصيف. كل المعلومات ذي باخذها انا وياكم مع المهندس سعود العلي، هو مساعد امين امانه منطقه حائل للاعلام والاتصال المؤسسي، اللي راح يكلمني ويعرفني ويعرفكم على صيف حائل. مهندس سعود اهلا وسهلا فيك، نقول لكم يعطيكم العافيه، وصيف حائل فعلا يونس هبوبها هبوبها نسناس فعلا. حياك الله سلطان، ولا شك يعني هذا الاسم يعبر عن هذه الاجواء اللطيفه المحببه نسناس، عن هبوب ليالي يعني صيف حائل. جاء طبعا لا شك يعني التوجيه من سعاده امين المنطقه المهندس سلطان الزايدي بان تكون هناك حزمه من الفعاليات والتي تعنى بالجانب المجتمعي عامه، فيما يعزز منح يعني اليوم سكان وزوار مدينه حائل تجربه ثريه جدا فيما يعنى بالجانب يعني السياحي، الجانب يعني الترفيهي، الجانب حتى الرياضي. كان هناك قبل يعني ايام صراحه بطوله امانه حائل للبادل والتي شهدت تفاعلا واسعا. هناك ايضا خيول هذه الفعالية الأصيلة جدا أيضا فعلت في يعني صراحة طلائع هذا الصيف. نقف الآن في صيف حائل في منتزه الأمير سعود بن عبد المحسن، هذا المنتزه الذي صمم وشيد بجودة عالية يعني طراز عصري ليستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الحشود. نشهد هذا اليوم في هذه الليالي عدد كبير آلاف من الزوار في كل مساء. هناك تجربة سياحية ثرية تبدأ من الساعة السادسة مساء حتى منتصف يعني الليل. تستهدف هذه الفعاليات كافة شرائح يعني المجتمع، نستهدف فيها العائلة على وجه يعني التحديد. الطفل له خيارات مناسبة، له مساحاته الخاصة الآمنة. أيضا فئة يعني الشباب لهم أيضا مساحتهم الخاصة، بكون هذا المنتزه يقع على شريط جبلي رائع جدا ومميز، وعلى أهم محور حركة الطريق يعني الدائري في مدينة حائل. روعي أيضا تصميم هذه الفعاليات ليكون هناك رياضات مشوقة، رياضات متماشية مع هذا النموذج الذي يقع عليه هذا المنتزه. هناك رياضات يعني الهايكينج، رياضات يعني زيبلاين التي تحتمل جانب يعني التشويق وجانب يعني المغامرة لزوار هذه الفعالية. نعم مهندس سعود، اليوم أنا أشوف فعاليات صيف حائل ما شاء الله، أنا جيتكم قبل أمس واستمتعت وكانت أجواء جدا جميلة. تبدون من الساعة 6، واللي أعجبني أنكم حاطينها مجانية ولا أنا غلطان؟ نعم لا شك هذه الفعالية اليوم تقدم إلى كافة زوار وسكان مدينة حائل. زوار هذه الفعالية أيضا يعني شكل مجاني، تتاح لهم اليوم استخدام جميع مرافق هذه الحديقة بكافة عناصرها. نتكلم اليوم عن منتزه الأمير سعود بن عبد المحسن، هو في حد ذاته هذا المنتزه يعتبر مركز جذب سياحي، لذلك روعي أن يضاف له قيمة يعني مضافة من خلال عدد من الفعاليات فيما يخص الرياضات الإلكترونية والتي يتهافت عليها الشباب، فيما يخص أيضا يعني الرياضات الذهنية كذلك. هناك عدد من العازفين، هناك مناطق
مناطق جلوس، هناك مناطق تقديم المأكولات والمشروبات، تقدم جميع هذه الخدمات يعني كرم حاتمي سعودي صراحة أصيل كما هو نعتاد عليه دائما. أي هناك لا شك تجربة زائر ثرية منوعة ما بين الجانب الرياضي، ما بين الجانب الترفيهي، ما بين الجانب يعني الثقافي يعني كذلك. نعم من سعود اليوم نشوف شبابنا وشاباتنا اليوم موجودين ما شاء الله، تنوعتوا وابدعتوا وتألقتوا بوجود مثل هذه الفعاليات. اتكلم عن دور الشاب والشابة السعودية في منطقة حائل ودورهم في انجاح فعالياتنا. البعض يفكر ان فعالياتنا تقام عليها وافدين، واليوم انا قاعد اشوف عيالنا وبناتنا وجهودكم انتم في الامانة كسعوديين. نتكلم عن دور الشاب والشابة السعودية. نعم لا شك اشارة هامة جدا. اليوم ولله الحمد يعني التجارب المحلية والتجارب للمجتمع السعودي الأصيل تصدر بشكل إبداعي. نفتخر هذا اليوم ونعتز أن من يقف خلف مثل هذه الفعاليات هو فريق عمل سعودي من شباب وفتيات هذا الوطن يعني الغالي. اليوم نسعد بهذه التجارب من ناحية تنظيم الفعاليات، من ناحية إدارة يعني الحشود، من ناحية أيضا تشغيل هذه الفعاليات. لذلك نرى يعني اليوم هذه الفعاليات متوائمة مع الموروث يعني الأصيل، ولكنها تقدم بطابع عصري رائع جدا مميز، بطابع حديث، بطابع يعني يلامس هاجس يعني الزائر. أختم معك يا مهندس سعود بهذا اللقاء، بس كيف انطباع الناس من خلال هذا المهرجان؟ لا شك يعني الانطباع جاء من خلال تهافت الناس على هذه الفعالية، والتي كان لرزنامة أمانة حائل خلال هذا الصيف المعلن عنها من خلال موقع يعني الأمانة الرسمي ومواقع يعني التواصل، أعطى هذا الأمر خيار جيد إلى كافة يعني زوار المنطقة وسكان المنطقة لأن يحددوا الأوقات الموائمة لهم لزيارة مثل هذه الفعاليات. نرى اليوم تهافت كبير، نرى اليوم تفاعل واسع، نرى اليوم يعني المجتمع ولله الحمد يشغل هذه الفعاليات كما يجب بنموذج فرائحي جميل جدا. مهندس سعود العلي مساعد أمين أمانة منطقة حائل للإعلام والاتصال المؤسسي، شكرا لك على هذا اللقاء، شكرا لكم على الفعالية، شكرا لما تقدموه في منطقة حائل من أماكن من فعاليات من جميعها، شكرا لكم. شكرا لكم سلطان، أهلا. طبعا مجاهد المشاهدين الكرام، هذا كان لقاء المهندس سعود العلي مساعد أمين أمانة منطقة حائل للإعلام والاتصال المؤسسي، لحدثنا عن الفعاليات وأجواء الفعالية. حائل جوها أكيد هايل، جوها بفعالياتها، جوها بكرمها، جوها بأماكنها الجميلة. لا خليك بالأماكن الحدائق والحدائق الجاهزة، شعبانها، الأودية اللي نسميها، جبالها، كل أماكن هذه جميلة في منطقة حائل. ندعو كل مشاهدين الكرام اللي يشوفنا الحين يجي الحائل وياخذ تجربة من أهل حائل بالتحديد في أماكنها الجميلة. وانت اكيد السلطان خير من يعطي الصورة الجميلة اكيد والرائعة للفعاليات والاماكن الجميلة في حائل واجواءها المعتدلة.